ما معنى التقية عند الشيعة؟ شغالين عليهم. ولماذا يعملون بها؟ التقية ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. فالإنسان يجوز له أن يتقي بحيث يحفظ عرضه أو نفسه أو ماله، فيستخدم التقية وهي أن يكذب حتى ينجو، وهذا جائز لا بأس به إذا وقع الإنسان شيء من الخطر. لكن هذا خلاف التقية التي عند الشيعة، لأن التقية التي عند الشيعة هي أوسع من هذا بكثير. التقية عندهم تتجاوز قضية الضرورة والحاجة إلى أنهم قد سموها إلى خمسة أقسام، على الأقسام يعني الشرعية الخمسة: واجب ومستحب ومكروه ومباح ومحرم. طيب، يعني أوصلها إلى هذه المرحلة، وقالوا إنها تسعة أشهار الدين، بل قالوا إنها أهم من الصلاة التقية والعياذ بالله، وأنه قال: لا دين لمن لا تقية له، التقية ديني ودين آبائها. ما هذا الشيء ما أنزل الله به من سلطان، وما كان الأنبياء يستخدمون التقية، والنبي ما استخدم التقية أبدا صلاة ربي وسلامه عليه حتى تصير مستحبة، وإنما هي مباحة، وعدم استخدامها أفضل من استخدامها، عدم استخدام التقية أفضل من استخدامها، بينما هم جعلوها تسعة أشهار الدين، وهم يعملون بها لكي يعني يبقى هذا المذهب. ولذلك من أسباب بقاء هذا المذهب، قد يستغرب البعض ويتساءل يعني لماذا يبقى هذا المذهب الآن هذه المدة الطويلة، بينما مذاهب جاءت واندثرت وجاءت واندثرت، بينما هذا المذهب قال لاستخدام هذه التقية بحيث يتلونون تلون الحرباء، فيغيرون جلدهم بين فترة وأخرى. لا شك أنها محرمة، خاصة في الطريقة التي يستخدمونها بها.